Falando que isso é اي صح عند ايه شلون نسجل ستوري؟ سجل هذه عليها قصه هذا المطار حسين رجاء انت تسال بروفيشنالز الحين اي صح بس ما عليك ما يعني ضبطني شلون اسجل ستوري؟ وين اروح؟ تدري الحين في ميزه الستوري بالانستغرام الحين يعني انت بدال ما تستخدم سناب شات تستخدم انستغرام طبعا نعم. هو نفس الفيتشر ولكن في بعض الامور اللي لازم تحطها ببالك اللي هي ليش البرنامج مال سناب شات عندك ما ادري انستغرام غير عن البرنامج اللي عندي؟ لحظه دقيقه اي اوكي الحين شفت هذه تسوي لها سوايب كذي بص حضرتك بتعمل سوايب كذا بعدين بتديله كذا بتحول الكاميرا الخلفيه كاميرا الخلفيه ايوه وخليني وتظل ساقط ايوه شوف الحين بيشو قاعد يتسجل وانا قاعد اسجل اللي قاعد يتسجل نعم خش انستغرام حتشوفه يلا هذا 3D تسخين اذا هديت شو يصير بس خلاص الفيديو هذا الفيديو صار له كابتشر الطق فوق سهم فوق عشان تقطع بال اسويها هاي بس حضرتك ايوه بس حضرتك بس حطه كده من غير ما تعمل كليك بس تعمل كليك مش سوايب يعني او عاوز مره ثانيه اهو زين اوكي بتعمل هي السوايب اللي كده سوايب ايوه وبس واو واو جدا شفت شلون احنا شياب يلا عيال يلا شنو يلا بيشو يلا بيرفورم اندري قريبة هلا شاي حبك انت فاخر اهم شيء لك فاخر اذا ما كان فاخر ولا ملكي والله مواصلي شوفوا الحين هذا هذه من الاشياء اللي جاب لنا اياها حبيبنا هشام ما قصر يمكن هناك بالرياض جاب لنا شاي حبق وهل هالايتم انا بقول سالفه هذا هني بقوله بالحق هذا الايتم الغريب هذا بقول سالفه هني؟ اي بقولها مني بقولها مني وبنقولها بالحلقه يعني ايه لحظة خل هني إذا سافر بتخلص لا خلاص يعني نقولها بالحلقة يعني بس دير بالك هذا شوي دبك ها لأن في شو اسمه جربت أنت في سينامون هذه كليجة هو كنا كليجة بس أنا مرتي تقولي كليجة كنا يكون فيها تمر داخل بس هذه شوي هولو داخل ما فيها شيء فاضية يعني بس شنو داخلها صاير مثل دارسين يعني خلينا نقول خبز داخل دارسين ملا ما يشون شيء غريب بطلك اخذ شيء واحده واخذ لك كيك صغير وزوق اكثر من زين وحط واحده تشيك ما تدري يلا يمكن تشيكن ما تدري كنك بال تشيكن ما تدري انا اقول شوف نصيحه كراك ذس ان هاف خذ انت هاف وهو هاف ايوه بص حضرتك عملت الكراك ايوه اي شيء تتكسر داخلها راح داخلها شيء مثل دارسين اي دارسين إيه؟ مو مثل اي هي دارسين او يعني من ريحه لا مو دارسين لا دارسين لا فيها دارسين شغلات ثانيه لا ها لا اي مو اي مثل هو مو ما في فستق شيء بستاشيو بالضبط اعطيتكم 3D فيو من داخل ايش قاعد تصور من داخل ظلمه شغل فلاش لا ما حد بطفيك الحين قاعد اعطيك HDR بالانس هذا عملاق اديشن عملاق سكوب ما طلعت واحدة ثانية حسنا أحس إن هذا هذا الشاي هو شاي حبق طبعا حبق شيء ولد عم النعناع طبعا ريحته وايد حلوة وايد 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 حلوة نعناعي لا فاخر فاخر إيه طبعا طبعا مكتوب شلون تشكك بالكلام المكتوب طبعا وإحنا هناك ما أدري أي مول رحنا نسيت اسم المول والله إنزين الأكبر مول اللي فيه جرير لا طلع مو أكبر مول بالرياض من أكبر مولات اللي فيه جرير اللي ما سوى له دعاية كلش لا لا إحنا دشينا جرير خذينا PSVR وطلعنا بس طبعًا وإحنا طالعين قلنا خلنا نأخذ بعض الأشياء فمرينا صب مرينا صب بقالة خلا حق الأسبوع الجاي ها خلا أيوة مش شرط بطل الحين بس أنا بوريكم على الأقل شنو اللي بطل بس بطل لا تشيس بطلت بس أنا ما بطلت المستوى يعني شيء ثاني زين طبعا هذا بطاط مكتوب بطاطس عمان اي هذا عماني مو سعودي شوف مره ثانيه بيشوف اهم شيء انه رايح السعوديه عشان يشتري بطاطا عمان ايوه
زين وبعدين لقينا طبعا لان عمان فقلنا ليش ما نكملها نصير يعني مولتي ناشونال مولتي ناشونال فلقينا اماراتي بوفك بوفك الامارات نعم نعم بيشو انت التيميت موديل الصراحه زين بما ان قلنا خلاص لقينا بوفك عمان رحنا حق الرترو بوفك الامارات بوفك الامارات بالسعوديه وش يسمونه وعلى قولتهم بفك بطاط عماني بالسعودية يبنى من هذا مستر كريسبس اللي اصلا قاطعينه عندنا في الكويت هذا الكلاسيك ايه شفته هذا انا احبه مع السفن اب مع السفن اب مع السفن اب لا الحين انت راح تشربه مع هذا شاي دمار حوق حائل فخر لا هذا مع السفن اب نعم دمار دمار شامل ها دمار شامل عموما هذا الحين الاغراض اللي جبناها من السعوديه الماكولات يعني جبناها من السعوديه طبعا ما قصر اخونا وحبيبنا هشام اي والله يعطيكم صدق ضبطنا يعطيهم العافيه صدق ان شاء الله هو ثامر اول يوم ما قصروا صح ثامر وهشام يعني ما قصروا انا ما يعني ما لي شغل بس انحرجت ثامر سلم عليك وايد حبيبي سلم على صديقي صديقي حسين للحين حاطه بقلبه اللي ما هدني اكيد حبيبي والله ضبطنا والله احرجونا يعني انا اللي سووه احراج والله لا بس ما قصروا يعني مو غريب عليهم هذا يعني من شيمهم وشقرديه يعني شوف والله شوف الشباب اللي شفناهم هناك كلهم صراحه حبايب سواء كانوا من مستمعين لي وسلموا علينا والنعم. وهم بعد الشباب الاعلاميين او خلينا نقول لي من نفس مجالنا يعني مثلا فريق العاب قاعدون عندهم بالبوث يعني رحبوا فينا وبوثهم صار بالنسبه لنا هيد كوارترز يعني عرفت شلون والله العظيم انزين وانا اسوي سوالف وضحك وتعرفنا على الناس ومحمد البسيمي بعد قاعد ويانا وسولف ويانا وطلعنا تعشينا وياهم والله يعني شباب صراحه يعني 10 على 10 يعطيهم العافيه ايوه ما قصروا يعني هم ونسونا وخلوا الرحله تسوى يعني زين ليش حاط قاعد تسجل انت الحين؟ لا متى يعني؟ ما ادري عموما اليوم دوانية راح تحكي عن تجاربنا اول شيء جيمرز داي راح نتكلم عنه سفرتنا جيمرز داي الالعاب بلاي ستيشن في ار تجربتنا الفي ار على السريع انطباعات اوليه انا مش بداني شوي طقطق هم بدان بس بعض الالعاب اللي قد يكون لعبناها قد يكون لم نلعبها وسنلعبها في المستقبل راح نتحكي عنها وهم بعد عندنا السويتش اي سويتش الاخبار طلعت على السويتش أيوة. في بعد اخبار مايكروسوفتية على خفيف يعني اخبار طلعتيش مني من هناك راح نبطل الموقع جيم انفورمر ولا واتفر ونشوف نسوي سكان على السريع نشوف شنو الاخبار اللي تهمنا احنا ويمكن تهم مستمعينا راح نتناقش فيها اخر شيء عندنا اسئله مستمعين احنا امس حطينا البوست المغرب تقريبا ما شاء الله اخر مره شيكته كان واصل 18 سؤال ما شاء الله انا ما ادري الحين انا الحكي هذا الظهر انا ما ادري الحين كم سؤال وصلوا ف يا ان شاء الله خير نطرح حلقه بس خلاص اهم شيء كلمه الفاخر الفاخر خلاص حبك اشتغل